صباح الخير. سنتكلم باللغة العربية لتفكر نترجم هذه الأحداث. هذا اليوم يوم هام بالنسبة لقرار الوزارة العالمية. تصب في بناء القدرات مع روسيا الاتحادية. ونتوق أن يكون هذا هو بداية لعلاقة مع روسيا تشبه علاقة الشراكة التي لنا مع الصين العظمى. ويلفت النظر أن علاقتنا مع الصين بدأت أيضا بالتعاون مع مؤسسة صينية تعليمية هي معهد كونفوشيوس، وأنشأنا شراكة باسم أبو غزالة كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، ولنكون مركز اختبار لكل المدارس التي تعلم اللغة الصينية. وبتلك الطريقة نعتز بأننا كما قالت نائبة رئيس الجمهورية الصينية هنا من هذه المنصة، قالت أننا الشراكة الوحيدة بين الحكومة الصينية كجهة سيادية وبين شركة خاصة في أي مكان في العالم، ونحن نفخر بذلك كما أنني أفخر بالتقدير الذي حصلت عليه من رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ لدورنا في تدعيم العلاقات الصينية العربية. أقول هذا لأنني حريص ومن خلالكم أطلق مبادرة لتصبح علاقتنا مع روسيا على نفس علاقتنا مع الصين. اليوم لذلك أقول أنه يوم علاقة استراتيجية، كذلك بدأت علاقتنا استراتيجية مع الصين التي نفخر بها. وأنا أود أن أعتذر لعدم تكلمي اللغة الروسية، ولذلك أطلب أن يكون أحد نشاطاتنا المشتركة هو إنشاء مراكز لتعليم اللغة الروسية في المنطقة العربية وخارجها. نحن لنا 100 ويزيد مكاتب، ولكني أتكلم عن المحيط الأقرب لنا وهو الدول العربية والدول الجارة مثل تركيا وإيران. وأنا من موقع احترامي وتقديري لروسيا الاتحادية أقول أنه لا يجوز أن تكون أقل انتشارا لغتها من اللغة الإنجليزية التي لها مراكز تعليم من قبل، ونحن نمثل القنصلية البريطانية في تعليم اللغة الإنجليزية، ونمثل جامعة كامبريدج أيضا في برامج اللغة الإنجليزية وامتحانات التأهيل على اللغة التي المعروفة باسم آيلتس. كذلك نحن وأنا على مجلس المعهد الفرنسي لتعليم اللغة الفرنسية، كل
العظمى تهتم بأن تدرس لغتان، لأن اللغة ليست فقط هي للحوار والصداقة، بل هي الطريق لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية. أنا بدي أنتهز هذه الفرصة قبل أن ندخل في الاتفاقية لأذكر أنها أمس تحديداً، يعني مساء أمس، أعلنت أمريكا أنها دخلت في الأزمة الاقتصادية التي كنت أتوقعها في تقريري الذي أسلمك نسخة منه، والآن تعلن أمريكا أنها بدأت فيما سمته ريسيشن، أي تباطؤ اقتصادي. هذا التباطؤ أيضا أدى إلى انكماش اقتصادي في أوروبا كلها. أمريكا وأوروبا دخلت في الأزمة الاقتصادية التي قلت أن العالم سيدخل أزمة عالمية اقتصادية تبدأ في أمريكا وأوروبا. هذا أنا قلت في هذا التقرير، والذي صدر في منذ فترة طويلة. هذه الأزمة سيمتد أثرها على كل دول العالم، وطبعاً أحد أسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكرتها في التقرير، سيمتد أحد أسبابها هو الحرب التجارية التي خاضتها أمريكا مع الصين ومع دول العالم. أزيد أنا بأنني أتوقع حرباً عالمية ثالثة، لأن معلوماتي أن هذه الأزمة وهذا الوضع العالمي لن ينتهي إلا بجلوس الصين وأمريكا على طاولة المفاوضات لوضع نظام عالمي جديد. ومع الأسف ليس هنالك أمل بأن يجلس الطرفان. كل ما يجلسون حوله هو بنود تجارية صغيرة، بينما الموضوع هو أن أمريكا تعتقد أن النظام العالمي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يصلح لهذا العالم، وتريد نظام عالمي جديد. هذا لم يتم إلا بموافقة الصين، وعندما أتكلم عن الصين أقصد الصين وروسيا، لأنهما حليفان متطابقان. ومن الجهة الأخرى أمريكا وبريطانيا، هنالك حلف غير معلن بين أمريكا وبريطانيا منذ بريتن وود عام 1948، عندما تنازلت بريطانيا عن الجنيه الاسترليني كعملة احتياط ليبقى الدولار هو العملة الحاكمة للعالم. أنا لا أتكلم سياسة، لا أتكلم اقتصاد، أقول أن هذه الأزمة التي أعلنت رسميا في أمريكا أمس ستتدحرج بقوة وبسرعة، وستصل إلى نهايتها بحرب عسكرية ليس حرب تجارية فقط. والهدف من الحرب هو أن يجلس الطرفان ومن يمثلان على طاولة المفاوضات ونخرج باتفاقيات جديدة، لأن الحروب دائما تنتهي اتفاقيات. كل حروب الدنيا
سواء حرب عالمية أو إقليمية أو ثنائية تنتهي بالجلوس على الطاولة والخروج باتفاقيات. لذلك أنا أود أن أقول أن اجتماعنا اليوم اجتماع عام، لأن ما نتكلم عنه لن يتأثر بهذه الأزمة ولا هذه الحروب، لأن هنالك ثلاثة مواضيع أساسية في حالة السلم وفي حالة الحرب، هي الغذاء، الدواء، التعلم. لا يمكن أن تتوقف عملية الأكل والطبابة ولا عملية بناء القدرات والتعلم، لأن الإنسان يحتاج لها ربما في حالة الأزمات أكثر من حالة الظروف العادية. فبعد أن أقول أننا وأنا في هذا التقرير أبين قناعتي وأسباب ما أقول، وأخلص فيها أيضا إلى اقتراح حلول في ظل الأزمة، لأنني أعتقد كما كتبت على التقرير أن الأزمة هي فرصة. ونحن نريد أن نستغل هذه الفرصة بأن نبني ثقافة صينية روسية، ثقافة روسية وعلاقات معرفية ولغوية وحضارية بين روسيا العظمى ومنطقتها. وهذا هو الهدف الأساسي الكبير من وراء هذه الاتفاقية. إن ما فيها من أهداف هو مجرد برنامج عمل، إنما الهدف هو توثيق العلاقة الروسية العربية. وإذا نظرنا إلى الأهداف، يتبين لنا أن جلها يصب في هذه الأهداف الاستراتيجية. بروفيسور إيفان بلينتس، أرحب بلينتس، اسمك صعب مثل اسمي أبو غزالة. فأرحب بك ترحيبا حارا هنا وأدعوك إلى توقيع هذه الاتفاقية. ممكن أقول كلمة؟ طبعا نتشرف بذلك. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за возможность и визита, и подписания такого соглашения. تفضل سيدي. قبل كل شيء احب ارحب واشكر بكم لهذه الفرصه العظيمه لزياره الاردن
وتوقيع هذه الاتفاقية. Наше сотрудничество, на самом деле, мне кажется, должно лечь на благодатную почву, залогом того дружба наших стран и дружба наших руководителей, короля Иордании и нашего президента Владимира Владимировича Путина. Наверное, это один из руководителей, который больше всех бывает в нашей стране и встречается с нашим президентом. علاقاتنا سوف تأخذ على أرض مثمرة بحيث أن علاقة ما بين جلالة الملك والرئيس بوتين علاقة وطيدة وعلاقة صداقة. أنا أظن جلالة الملك أحد من الزعماء الذي يزور روسيا بمتعدد المرات يعني دائما، فهذا يشكل الخلفية وعرض مثمر لعلاقاتنا بين المؤسسات. И, конечно же, изучение русского языка и та связь с арабским миром, которая сложилась уже на протяжении многих десятилетий, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. هذه العلاقة وتعليم اللغة الروسية في العالم العربي على أساس العلاقات الصداقة طويلة الأمد التي شكلت من الزمان يسمح لنا أن نشوف إلى المستقبل. И интерес молодежи Иордании к нашему образованию, к русскому языку, мне кажется, был всегда очень большим. И вот я летел, когда в самолете оказался рядом с молодым человеком, который приехал сюда в отпуск домой. Он 2 года учился уже в аспирантуре, прекрасно владеет русским языком. فأظن أن اهتمام لدراسة اللغة الروسية اهتمام كبير. أنا لو ركبت الطائرة جواري كان شاب أردني دارس في أحد معاهد الروسية ورحت الإجازة فيتكلم باللغة الروسية بطلاقة. في خلال سنتين كان دارس اللغة وأنا طبعا и тут же захотел поступать к нам в аспирантуру, в нашу академию, изучать интеллектуальную собственность. Ну и, конечно же, вот очень много выпускников Российского университета дружбы народов. И здесь вот я переговорил с моим другом, моего друга, он из Конституционного суда Иордании, господин Мустафа, и он, что очень интересно, высказал очень высокое мнение о вашей фирме и роли фирмы сегодня в Иордании, в образовании вообще. Вот это коллег ма садик садики уду مجلس محكمة دستورية الذي قدر تقديرا عاليا منظمتكم فأعتقد بالنسبة للدراسة واللغة الروسية عن طريق شركتكم شيء مفيد ومثمر. И, конечно же, вот ваши выводы, интересные предложения и озабоченность вот в мировом масштабе по кризису, как мне кажется, та работа, которую мы с вами проводим, работа связана с образованием, работа связана с интеллектуальной собственностью, она должна как раз и предотвращать, не дай бог, какие-либо
вообще военные действия в будущем. Лучше договариваться. نتائج تقريركم وعملنا مشترك موجه الى تعليم اللغه اظن سوف ممكن سوف تقف هذه الحروب احسن من المستحسن يكون التفاوض ومباحثات وليس الحروب. И интеллектуальная собственность – это сегодня та сфера, которая объединяет многие мировые державы. И работая в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, мы чувствуем, что можно по любому вопросу с любой страной договориться в интересах народов этих стран. الملكية الفكرية ونحن نعمل في إطار منظمة دولية للملكية الفكرية ونحس أن ممكن نحن نتفق بأي دولة من الدول لصالح شعوب من هذه الدول. И я абсолютно согласен с вами о той роли языка, русского языка, о которой вы сказали. Я очень горячо поддерживаю эту идею и изучение русского языка, тем более во Всемирной организации интеллектуальной собственности русский язык является базовым языком. Сейчас ведутся переговоры для того, чтобы и по Мадридскому соглашению, это то, что связано с товарными знаками, русский язык тоже стал одним из основных языков организации. معروف ان اللغه الروسيه يعتبر اللغه اساسيه في منظمه الدوليه للملكيه الفكريه وحسب بروتوكول مدريد نحن نعمل مباحثات بحيث يكون هذه اللغه اللغه الاساسيه في هذا البروتوكول. Ну и так получилось, что вот у меня уникальная возможность, я сегодня представляю не только интересы своего вуза, единственной академии и в России, и в мире, которая готовит специалистов по интеллектуальной собственности. Но еще и торгово-промышленную палату, которая сегодня тоже очень много делает для развития сферы интеллектуальной собственности на уровне среднего и малого бизнеса. Я также представляю Федеральную службу по интеллектуальной собственности России. Которая активно продвигает наши лучшие творческие результаты в мире. И, конечно, здесь нужны очень высококвалифицированные молодые люди, которые будут в наших странах продвигать и строить новую экономику, экономику, которая будет основана на результатах интеллектуальной собственности. الذين سوف يطور تكنولوجيات سوف يطور تقدم تكنولوجي في دولتنا. Любые природные ресурсы иссякают рано или поздно. Интеллект, интеллектуальная собственность не иссякнет никогда. كل الثروات الطبيعية في النهاية سوف ينتهي. Мы несколько лет назад проводили исследование, экономическое исследование о роли авторского права и смежных прав в экономике страны в доле ВВП.
И мы пришли к результатам, что по нашей стране, по России, 7% валового национального продукта дает как раз авторское право, смежные права. Мы дорасли عدة سنوات سابقة احنا درسنا موضوع حق المؤلف في الملكية الفكرية وفي دخل القوم. في روسيا هذا يعطي 7% من الدخل القوم. Мне кажется, мы в этом направлении с вами могли бы тоже активно работать. Вот те замечательные работы, которые вы делаете по экономике, мы бы могли это делать и по экономике интеллектуальной собственности в наших странах. اقتصاد الدول العربية واقتصاد العالمي احنا ممكن نطورها ونعمل سويا في الاقتصاد العالمي. И я абсолютно вот поддерживаю ваше предложение в части, касающейся того, чтобы ваша фирма, ваша структура стала таким проводником и организатором этого процесса, связанного с обучением, в первую очередь русского языка, подготовка молодых людей к поступлению в российские вузы для всего арабского мира. ريت تكونوا عم بتسجلوا ما مش شايف حدا شايف كله قاعد وصافن بس ريت حدا عم بسجل يعني هذا الموضوع مثلا عندك دكتورة مفروض تاخذي نوت بان نطور اتفاق لنكون مركز استقطاب الطلبة الى روسيا. Я так понимаю, у вас для этого имеются уникальные возможности. У нас есть очень большое желание для того, чтобы развить именно направление, связанное с подготовкой молодых людей к изучению и стимулированию к изучению русского языка и поступлению в российские вузы. في هذا المجال واحنا مهتمين ان يكون الشباب الطلبه تكون حاضرين للدخول للجامعات الروسيه. Мы это начинаем вот в нашей стране уже с школьных школьников. Мы несколько лет совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности проводим детскую олимпиаду. Да. И здесь основными нашими партнерами являются представители бизнеса, который заинтересован в подготовке молодых специалистов. И мне кажется, вы бы могли бы тоже взять на себя вот такую миссию проведения такой детской олимпиады среди арабских стран. С определением победителя и направлением его на обучение в Москве, в Московской академии. Так что у нас очень вот уже такой несколько интересных. Мы проводим это каждый год, есть очень интересные материалы. Я думаю, ваши коллеги познакомятся с этим. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что
вот наша сегодняшняя встреча, она даст большие стимулы для изучения русского языка и для того, чтобы и в сфере интеллектуальной собственности я хотел бы вот тоже вручить вам подборку моих трудов, моих учебников, связанных с интеллектуальной собственностью. К сожалению, они все на русском, но это залог того, что когда-нибудь молодежь изучит русский язык и будет использовать эти учебники. فأنا كمان أحب يقدم لكم مؤلفاتي في مجال الملكية الفكرية طبعا هذه المؤلفات مكتوبة بلغة روسية ولكن هذا يعتبر دليل لأنها شباب الأردنيون في المستقبل حيعرف اللغة الروسية وممكن يقرأ هذه المؤلفات Это учебник по авторскому праву. Китаб Дираси, я хотел бы, я думаю, потом я вам с удовольствием подпишу его. Это наш академический учебник по всем разделам интеллектуальной собственности. Академический, это вся сфера интеллектуальной собственности. Это вопросы международного регулирования. Мы также в свое время инициировали создание суда по интеллектуальным правам. И вот здесь монография связана с судебной системой в данной сфере. Ну и еще одна из последних наших монографий связана с охраной авторских и смежных прав. Ну и, конечно, самое главное, мы уже вот за короткое время высоко оценили тот ваш личный вклад в развитие нашего сотрудничества. И я глубоко в этом уверен, не только между нашей академией, но и нашей страной. И по решению ученого совета мы приняли решение о награждении вас вот таким дипломом за сотрудничество, развитие интеллектуальной собственности. Я хотел бы его вам вручить. Это шараф кабир, ашкуркум алей. Это большая честь для меня, благодарен вам. بس بالمناسبة أود أن أهنئكم على التقدير الذي استلمتموه من الرئيس بوتين. Накануне подписано распоряжение о награждении. Благодарность. Да, достахакуно. Да. Она, бас, بعض التعليقات قبل أن نوقع. بعض التعليقات. أنا ذكرت اللغة لأنها المدخل لكل شيء بما فيه الملكية الفكرية. ولكن اهتمامنا بالملكية الفكرية. واضح من أننا أكبر شركة في الدنيا. في مجال حماية
حقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. وأنا شخصيا قد شاركت في صياغة القوانين التي صدرت من المنظمة العالمية الملكية الفكرية WIPO، وكنت على مجلس الأعمال الخاص بها، وأيضا نفخر بأننا على الشركة الوحيدة في الصين التي هي على لجنة الملكية الفكرية لتطوير القوانين في الصين. اللجنة الاستشارية للحكومة الصينية من خلال مكتبنا في الصين في شنغهاي وفي بيجين، ونحن لنا الآن في الصين 6 مكاتب. أيضا أنا أرأس المنظمة العربية لحقوق الملكية الفكرية، ويمكن من أسرار قوتنا أننا نملك قاعدة البيانات الوحيدة في الدنيا عن كل العلامات التجارية المسجلة في العالم. ولذلك نحن لا نحتاج لعملية بحث في الوزارة عند تسجيل أي علامة، نكتفي بأن نضع الموضوع في قاعدة معلوماتنا على الكمبيوتر. إحنا لنا بعض المؤلفات أيضا، وأود أن نجمعها ونعطيك بما فيها القاموس الوحيد للملكية الفكرية للغة الإنجليزية والعربية. أنا أعرف أيضا أنكم مؤسسة تعليمية هامة ورائدة، ولذلك أطلب من عميد كليتنا الدكتورة أن تضع معكم برنامج للتعاون المشترك في كافة مجالات التعليم في مواضيع التي نحن نختص بها. ومن جهة أخرى الأستاذ يوسف هو المدير الأعلى لأكاديمية طلال أبو غزالة، يعني نحن نفصل البرامج الأكاديمية من خلال الكلية والبرامج التدريبية والتأهيلية نقدمها من خلال الأكاديمية التي تصدر دبلومات فيما يزيد عن 500,000 موضوع. نخرج سنويا ملايين الطلبة في اختصاصات الأعمال كلها، وعندنا دبلوم في ما يزيد عن 500 مشروع، يعني
نص ألف مش نص مليون نص, نص, نص ألف عفوا نص مليون طالب نص مليون طالب ولكن نص ألف موضوع بالنسبة لهذا التعاون أيضا نود أن نرى كيف ممكن أن الأكاديمية تقدم برامج في بوسكو من خلالكم بما فيها تعليم أيضا كما قلنا اللغة الإنجليزية تعليم اللغة العربية وبمناسبة اللغة العربية نحن أنشأنا النظام الوحيد حتى الآن في العالم لما يقابل توفل امتحان توفل بالعربي بالإنجليزية عملنا توفل عربي لأن المدارس تدرس اللغة العربية ولكن هناك كثير مدارس تدرس ولكن ليس هنالك شهادة اختبار شهادة معترف بها تقول أن الطالب أتقن اللغة العربية نحن وضعنا هذه الشهادة احنا وذلك بناء على اقتراح من جامعة الدول العربية وهي كما قلت هي شهادة مستوى بالإضافة إلى برنامج تعليم اللغة وضعنا شهادة المستوى هذه فبالنسبة لمجالات التعاون كثيرة جدا ولذلك نحتاج إلى أن يكون هنالك منسق للعلاقة معكم وأنا أقترح لهذا الغرض الأستاذ محمود لطوف خصوصا أنه قد شارك في مؤتمر وألقى كلمة في الأكاديمية وكان معجبا جدا بمستوى الأداء في الأكاديمية وفي وأتمنى أن يسمى مسؤول من قبلكم لأغراض متابعة تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية للمتابعة لكي يكون هنالك متابعة دائمة لتحقيق أغراض الاتفاقية كما أطلب من الأخ محمود وممكن الرجوع إلى التسجيل نحن هنا إحنا على الهواء نحن هنا بالمناسبة نسيت أن أقول أننا على الهواء في إذاعة طلال أبو غزال وهي إذاعة وتلفزيون وبرودباند وأونلاين أيضا ونحن نسجل كل ما دار فأتمنى أن نستخرج خبر صحفي عن هذا اللقاء يركز على القرارات التي اتخذت ونراجعه معكم
ليكون بصف كأن بشكل بيان مشترك. Я вот развивая те идеи, которые вы сказали, они мне очень импонируют, я их со всей душой поддерживаю. في تطوير افكارك التي تفضل بها حضرتك وانا طبعا ندعم لكن هذه الافكار بكل سرور بكل فرحه Ну и с учетом того, что здесь присутствуют коллеги, которые занимаются непосредственным созданием новых программ. Я бы хотел предварительно, пока неофициально, предложить вашей компании выступить в будущем в качестве одного из организаторов международного университета. Мы вот с коллегой из Россотрудничества вчера обсуждали, который предполагается создать в инновационном центре Сколково. أنا أقترح أن تكون شركتكم أحد مؤسسين المعهد الدولي وإحنا ناقشنا هذا الموضوع مع زميلنا من مركز الثقافة الروسي والتعاون الروسي أن تكون مؤسستكم أحد مؤسسين المعهد الدولي الذي سوف يشكل في Innovation Center Skolkovo. Многие крупные инновационные компании готовы поддержать эту идею. И мне кажется, мы бы смогли в будущем просто представить великолепные программы совместные. Ну, если предварительно нет такого отторжения, то мы бы в ближайшее время могли бы потом официально направить наше предложение. Где-нибудь в течение 3-4 месяцев. شرف أنا أشكركم على هذه الدعوة للمشاركة وأقبلها بكل سرور. приступаем к процедуре. وين أنا أوقع فوق؟ بستأذنك تبدأ التوقيع. نبدا التوقيع هو بدي لا اسمع وعم بقول وين نوقع هون Я очень счастлив и надеемся, мы будем партнерами. Я тоже очень верю в это. Залогом тот авторитет, который вы получили и у себя в стране, и в мире, в части, касающейся вопросов интеллектуальной собственности. Тем более, я надеюсь, что мы такую же с вами совместную политику будем проводить и на полях Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве.
И мы надеемся на поддержку наших инициатив, которые выходит Россия. ВАИС, с вашей стороны, я так знаю, что вы являетесь наблюдателем при Всемирной организации интеллектуальной собственности. Официально. شرف لنا شكرا لكم وسأضع هذا الدرع في مكتبي نأخذ صورة جماعية هنا.